السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون، ميت شخصية من المجتمع المدني جزائريين ومغاربة، 50 جزائري 50 مغربي، مضاو النداء، نداء المستقبل، نداء إنساني، يطالبوا فيه بفتح معبر إنساني، معبر إنساني للحدوديين، للناس ساكنين على الحدود، لا أكثر ولا أقل. المبادرة هذه اللي قاموا بها، أنا من ضمن الإخوان هذو، مبادرة جات بعد ما خاصة بزاف إخوان عايشين سواء في المغرب أو في الجزائر على الحدود، منذ سنة 1994 والناس تعاني في الويل، يعني عانيوا شيء قاسي. ما ناش نسمع لهذا تاع اللي قاعد في الجزائر يكتب في صحافة بودورو سمعت ويقول لك أنا ضد فتح الحدود. أنت واش دخلك مع الحدود؟ إذا أنت ما عندكش إنسانية باش تتكلم على ناس عايشين على الحدود هذا، يشوفوا في بعضهم وما يقدروش يحتضنوا بعضهم، الأخ مع أخته ولا مع أخوه، الأب مع ابنه، عائلات هذه يا راهي، باش واحد يقعد ويجلس يشرب قهوة أو يحضن واحد من العائلة ديالو، ألوغ 40 متر بيناتهم، يلزمو يمشي حتى للوهرن ولا يمشي حتى للجزائر باش ياخذ طياره يهبط الدار البيضاء، من الدار البيضاء يطلع لوجده. ونفس الشيء اللي راهو جاي المغنيه، اني نتكلم على الناس على الحدود، ها نتكلم على الناس على الحدود، المغنيه وجده فيقي بني والنيف، هذو اللي نتكلموا عليهم، ماش تكلموا على اللي حاب يجي يدخل من تموش انت يصار في السعيدية ويعاود يرجع للمسعيدية يحبر صار في وهران. لا، نتكلموا على الناس عايشين في الحدود لأسباب إنسانية. فوق وجه الأرض كامل ما كانش، فوق وجه الأرض ما كانش ناس تعيش المأساة اللي يعني يعيشوا فيها الجزائريين والمغاربة اللي عايشين على الحدود، ما كانش. وكلا النظامين مسؤولين، ما نقولش نظام جزائري وحده ونظام مغربي وحده، في زوج مسؤولين، لأنه لو غدوة جزائري أنا صرات لي أنا حدت لي يمشي يحب يدخل من وجدة المغنية، ما الشرطة المغربية تمنعه. خويا أنت ماكش غالق الحدود ياك، ياك الجزائريين اللي غالقين، يخليني ندخل بلادي. لا. واش انت كلفتك العصابة باش تحميها باش ما تخليش مواطنين جزائريين يدخلوا؟ شفت كيفاش؟ ومن الطرف الاخر كيف كيف لو مغربي يحب يدخل لبلاده البوليس الجزائري ما يخليش، هذاك المغربي يقول البوليس الجزائري يقول له يا خويا خليني ندخل بلادي، حاوزني هاي حاوزني هاي، ما تخلينيش انا، قول لي روح لبلادك. لا، ما يحاوزوش. شفت كيفاش؟ إذا هذه المبادرة مازالها تاخذ مسعى آخر إن شاء الله تزيد تطور، وإليكم فيديو اللي أنجزوه الإخوان تاع هذه المبادرة، وفيه القائمة تاع الناس اللي مضاو فيها وما من مختلف الشرائح بدون انتماءات سياسية ولا إلى أي جهة. نخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. نداء المستقبل من أجل فتح معبر بري إنساني للعائلات الجزائرية المغربية لتبادل الزيارات، ومن أجل وضع حد لخطاب الكراهية وفتح قنوات للحوار. نحن المواطنون المغاربة والجزائريون المواقعون أدناه وأمام التحديات الراهنة، ونظرا لاستمرار حالة الجمود التي تخيم على العلاقات بين الجزائر والمغرب، وإيمانا منا بضرورة ترميم هذه العلاقات وإرجاعها إلى سكتها الصحيحة عبر إعادة بعثها من منطلق إنساني واجتماعي،
ولكون وشائج الأخوة والمحبة بين الشعبين قائمة ولم تزعزعها العواصف السياسية. نوجه نداءنا إلى أصحاب النوايا الصادقة المؤمنين بوحدة المصير المشترك قصد البدء في حلحلة العقد تدريجيا والنظر في البعد الإنساني للعلاقات الأسرية خصوصا على جانبي الحدود، وتمكين تلك العائلات التي تضررت بشكل بالغ على المستوى النفسي من أحقية تبادل الزيارات بينها في إطار فتح معبر بري إنساني للراجلين فقط يمكنها من صلة أرحام بعضها البعض والتخفيف عن معاناة أكثر من ربع قرن غادر فيها الكثير دون أن يروا بعضهم البعض. ومن أجل التصدي لخطاب الكراهية التي تمارسه بالأساس وسائل الإعلام الخاضعة لحسابات السياسيين الضيقة ونظرا للتطور المتسارع لهذه الممارسات السلبية خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، نوجه نداءنا العاجل للكف عن الحملات الإعلامية التي تعدت كل الحدود والخطوط الحمراء، وأن يتحلى القائمون على الحقل الإعلامي بروح المسؤولية، وأن يبتعدوا عن الاستفزازات التي لا تكرس إلى روح العداء والضغينة. لقد أصبح من الضروري فتح قنوات للحوار بين نخب البلدين للنقاش دون تعصب أو شوفونية، والإنصات لبعضنا البعض وطرح المشاكل وتقديم الحلول التي من شأنها تقريب وجهات النظر ومن ثم العمل لوضع أسس متينة تبنى عليها علاقات أخوة وحسن جوار بين المغرب والجزائر. Thank you.